النهاردة أول يوم في بدء فعاليات المنتدى أو منتدى شباب العالم بشرم الشيخ. أشكرك يا محمد أولا ده، والتسليم بقى جاي كده من القاهرة إلى شرم الشيخ. احنا النهاردة زي ما كنت بقول لكم احنا بنبدأ فعاليات اليوم الأول اللي بدأ طبعا بالافتتاح بكلمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الفعاليات النهاردة كانت كتير جدا، مهمة جدا. اللي كان دايما لافت للنظر هو انه المشاركة كانت عالية جدا، وتكاد تكون المشاركة الاعلى في خلال النسخ الاربعة، باعتبار ان احنا في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، واللي بتنظمه جمهورية مصر العربية، ودي حاجة مهمة جدا جدا. مسألة المشاركة سواء اذا كانت المشاركة بالحضور او المشاركة عن طريق الفيديو كونفرنس او المشاركة بالفيرتشوال رياليتي او عن طريق الفيرتشوال سيستم، الناس اللي كانت بتقدر انها تشارك في الفعاليات من خلال الدخول على الويب سايت الخاص بالمنتدى. غير المشاركة العامة بشكل كبير زي ما بقول لكم انها كانت كبيرة جدا، في انه كمان مشاركة من الوفود والدول الاجنبية اللي حاضرة او اللي مشاركة معانا هنا في المنتدى في شرم الشيخ. غير كده، وده بقى اللي كان فعلا يستدعي الالتفات بشدة، هي مسألة التنظيم الشديد والمحكم للمنتدى بشكل عام، وللاجراءات الاحترازية والطبية اللي بتتم جوه المنتدى بشكل خاص، سواء اذا كان جوه القاعات او ورش العمل او الجلسات الخ الخ الخ، والمسرح وافتتاح مسرح الشباب او مسرح منتدى شباب العالم اللي كان يدوب لسه دلوقتي، زي ما حضراتكم اكيد تابعتوا مع زميلي محمد عبدو الفعالية بتاعت افتتاح هذا المسرح. اللي عايز اقوله باعتبار ان انا يمكن دي اول مرة اكون موجود هنا في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، فالمسألة بالنسبة لي مبهرة الى ابعد الحدود. مبهرة في اطار ان انا حضرت اكتر من فعالية عالمية في اكتر من دولة في اكتر من عاصمة، وحقيقي وبدون اي مبالغة تذكر اللي بيحصل عندنا هنا في مصر وتحديدا في شرم الشيخ فعلا مختلف وفعلا كبير وفعلا منظم وفعلا يشرف وفعلا يبهر اي حد. طبعا يمكن حضراتكم الصبح شفتوا الروبوت دوات اللي قابل الرئيس واستقبل الرئيس واتكلم معاه شوية، وده برضو في إطار حاجة مهمة جدا، هي انه ما يحدث في المنتدى هو شراكة بتحصل ما بين المؤسسات والأجهزة الخاصة بالدولة من جهة، وده طبيعي، وما بين القطاع الخاص من جهة تانية. يعني مسألة الروبوت والتأمين الطبي كلها بتقوم بيها شركة قطاع خاص، شركة مصرية الجنسية عالمية العمل، وهي شركة بي جروب أو بي انترناشنال، واللي بتشتغل في 16 دولة. شركة خاصة هي اللي مسؤولة عن مسألة التأمين الطبي، والتأمين الطبي ده حدوتة تروى. يعني أنا برضو ما كانش عندي خبرة قوي في مسألة الحديث عن مسألة التأمين الطبي في المنتديات والمؤتمرات الدولية والعالمية، ويمكن لما الواحد شارك وشفنا ده فالواحد برضو حس بالفخر الشديد ان احنا في عندنا شركات في مصر متقدمة تكنولوجيا الى هذا الحد، وقد كده عندها دقة في العمل. الروبوت اللي موجود، ويمكن هتشوفوا معانا لقاء مع الروبوت دوات اللي قابل الرئيس الصبح واللي اتكلم مع الرئيس النهاردة، وهو بيقوم بايه الروبوت ده وبيقدم خدماته ازاي للحضور وما الى ذلك. مسألة التعقيم اللي بتحصل في كل مكان على اعلى مستوى من التكنولوجيا توفرة في العالم، تاني مش بقول لكم دي احدث تكنولوجيا وصلت مصر، لا احنا بنتكلم على احدث تكنولوجيا موجودة في العالم في مسألة التأمين الطبي والتعقيم والملاحظة وما الى ذلك، لدرجة انه في بعض الروبوتس غير دوات لما بتلاحظ ان في ارتفاعات في درجة الحرارة عن المستوى الامن زي ما بيتقال، او درجة الحرارة الامنة لينا احنا البشر، فعلى طول بيتبعت نوتيفيكيشن على الشركة انه هذا الشخص درجة حرارته عالية، وبالتالي يتم احتواء الموقف. مسألة تحاليل البي سي ار اللي بتتعمل تقريبا كل 48 ساعة، يعني في ناس مننا عملت التحليل مرتين لحد دلوقتي، انا منهم بالمناسبة يعني، وده برضو لأجل التأمين. مش بس كده، ده اللي أنا قدرت كمان أفهمه أنه الروبوتس اللي بتتحرك في كل أرجاء وفي كل جنبات المنتدى وفي القاعات المختلفة والورش المختلفة بتقدر أنها تحدد كمان النسب بتاعت
أعلى معدلات الازدحام أو أعلى معدلات الحضور، وإذا هنا الحتة دي فيها تلوث أكتر من حتة تانية. التعقيم بالمناسبة بيتم عن طريق منقيات هواء Air Purifiers وعن طريق الألترا فايلت أو الأشعة فوق البنفسجية. يعني بصوا في حاجات كتير قاعدة عمالة هنا بتحصل بتخليك عندك زحمة من الأفكار. المسألة كل شيء متنظم، الدعوات بتجيلك طول الوقت على الإيميل بتاعك بكيو آر كود علشان ضمان إنه أنت اللي داخل، كل حاجة بتبقى موجودة على السيستم. الشباب المشاركين واللي بيشاركوا في اللجنة التنظيمية بتاعة المنتدى الحقيقة حاجة برضو تفرح وتشرف، بتبقى شايف ان انت في اجيال جديدة موجودة في بلدنا قادرة على هذا العمل، والعمل بصراحة مضني. يعني زي ما كنت بقول لكم امبارح، الناس بدأ شغل من قبل ما اي حد يوصل بعشرة وبخمستاشر يوم، في ناس بقالها اسبوعين ثلاث اسابيع وهكذا. وبالتالي الشغل طول الوقت الحقيقة لا يتوقف. كمان هي المسألة بتاعت الكواليفيكيشنز او الكفاءات والقدرات بتاعت الشباب دول واللي شغالين في هذه اللجنة التنظيمية او في اللجنة التنظيمية الخاصة بالمنتدى، قدراتهم واللغات اللي بيتقنوها وقدرتهم على الترحيب وعلى التنظيم وعلى معالجة أي حاجة وأي مشكلة. كل حاجة بتتم بالدقيقة بل بالثانية في بعض الأحوال. مفيش حاجة ما هياش متغطية، مفيش حاجة ما هياش مظبوطة. يعني فعلا شيء أكتر من رائع. بخلاف ذلك اللي يسموها الجماعة الأجانب إيه، الفايبس بتاعة المدينة هنا في شرم الشيخ، حالة من الإيجابية والطاقة الإيجابية الشديدة اللي موجودة. المكان زي ما حضراتكم شايفين، إحنا يمكن السيت اب بتاعنا أو الاستوديو بتاعنا في التاسعة هنا من سوهو سكوير، فانتوا شايفين المكان كله عامل ازاي، مليان ناس. وبالمناسبة مليان ناس من كل حتة، يعني من مصر، من الحضور الحاضرين لهذا المنتدى ومن غيرهم، الناس اللي جاية شرم الشيخ علشان السياحة. العجلة بدأت تمشي ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا، ودي من ضمن الحاجات اللي بيتم المناقشة فيها، مش بس النهاردة ومش بس في ورش العمل التحضيرية اللي بدأت قبل النهاردة بيومين، لكن كمان فيما يأتي بعد ذلك من أيام لحد إن شاء الله اليوم الأخير يوم 13 يناير بإذن الله سبحانه وتعالى. الكلام كله بيتم على ماذا بعد الكورونا، البوست كورونا، والاقتصاد بعد الكورونا، وأوجه وسبل التنمية المستدامة ما بعد الكورونا، التغيرات المناخية، تأثير الكورونا على الاقتصاد. ويمكن ده كان وارد في كلمة الرئيس زي ما حضرتكم تابعته الصبح، واللي هنعرض برضو مقتطفات منها أو يمكن هنعرضها كلها وإحنا بنتكلم النهاردة. علاقة المجتمع بالكورونا، علاقة الاقتصاد بالكورونا، شكل العالم ما أثناء الكورونا وما بعدها.